السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة موني كروشيه. النهاردة إن شاء الله يعني بمناسبة قرب فصل الشتاء، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله هنعمل مع بعض جوانتي عشان فصل الشتاء، وإن شاء الله هيكون سهل علينا في شغله. فهنبدأ مع بعض كده وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعمل سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. عملنا سلسلة من 10 غرز. بعد كده هنعمل واحد اتنين تلاتة، وهنيجي عند السلسلة الرابعة وهنخش ونعمل نرتفع بالعمود، واللي بعدها هنعمل عمود، وهكذا هنكمل اهو بقيت 10 غرز عمدان كده. في كل غرزة تقابلني هنعمل عمود. كل غرزة هي بتقابلني بعمل عمود. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وادور الشغل واطلع في اول غرزة تقابلني، اطلع برضو بعمود، واللي بعدها عمود اهو زي ما بعمل كده. فوق كل عمود بعمل عمود. وما انساش هنا اعمل العمود اللي هو في سلسلة الارتفاع. هعمل زي ما احنا شايفين كده، هرتفع ب10 اسطر بنفس النظام كده، ان انا بعمل عمود فوق كل عمود هرتفع 10 اسطر. هخلص كده، انا خلصت. انا الحقيقة عملت 12 سطر، لان طبعا بيختلف عدد السطور حسب يعني المعصم بتاع كل واحدة، فانا الحقيقة عملتهم 12 سطر. بعد كده هنقفل كده، بمنزلقة كده هنقفل كده كل غرزة بالغرزة اللي قدامها بمنزلقة، كل غرزة غرزة اللي قدامها نسحب كده بمنزلقة غرزة واللي قدامها نسحب كده، بنقفل اهو بمنزلقة كل غرزة بالغرزة اللي قدام، غرزة من قدام اهي واللي قدامها، ونقفل بالمنزلق.
وهكذا هنكمل من الاخر كده. كده كل غرزه الغرزه اللي قدامها كده. اخر غرزة اهي بالغرزة اللي قدامها كده اهو. خلاص قفلنا كله اهو. نقلب الشغل على الناحية التانية اهو كده. التقفيل اهو قفلناها خالص اهو. بعد كده بنخش في اول فتحة هي هتقابلني في العمدان اللي بقت بالعرض عندي اهي. العمدان عندي بقت بالعرض اهي. اخش في اول عمود كده واعمل منزلقة عشان اخش عند اول عمود وارتفع بثلاث سلاسل. ده هيمثل اول عمود. وفي نفس المكان هعمل العمود الثاني سلسلة. وفي نفس المكان هخش اعمل عمود التاني. كونت عندي الغرزة اهي. هسيب العمود اللي بعده وهخش في اللي بعده. اعمل عمود التاني سلسلة. في نفس المكان هعمل عمودين. انتهى. هقفله بمنزلقة في الغرزة التالتة من السلسلة اللي انا ارتفعتها كده. انا عايزة ادخل هنا يبقى بدخل بمنزلقة تاني هنا في العمود اللي بعده. بدخل بمنزلقة وهدخل هنا برضو في منتصف الصدفة بمنزلقة وهرتفع ثلاث سلاسل. واحد اثنين ثلاثة. هتبقى بمثابة العمود الاول في الصدفة. العمود الثاني سلسلة. بعد كده العمود الثالث. العمود الرابع. هخش عند السلسلة اسفل الصدفة التانية واعمل اول عمود. العمود التاني سلسلة. عمود التاني. خش في الصدفة اللي بعدها. ادي عمود التاني سلسلة. العمود التالت. عمود الرابع. كده زي ما حضراتكم شايفين هكمل اربع اسطر من الصدفات. اربع اسطر وهرجع لكم. كده انا عملت اربع اسطر. مرضيتش اقفلهم لان باجي عند السطر الرابع انا المفروض ان انا اخش في دي. لا بسيبها واخش اقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة واسيب الصدفة دي بسيبها تاني اهم. انا المفروض ان انا هدخل هنا واعمل فوقيها صدفة. لا انا ما بعملش هنا صدفة وبخش اقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة بتاعت الارتفاع. بدخل بمنزلقة واخش هنا برضو في العمود اللي بعدها بمنزلقة. بخش في منتصف الصدفة بمنزلقة وارتفع بثلاث سلاسل. يبقى انا كده عملت الفتحة اللي هيخرج منها الصباع اللي هو الابهام.
وبطلع بالعمود الثاني سلسلة، اكمل الصدفة، كل صدفة فوق الصدفة، بالعمود الثالث، العمود الرابع، خش في اللي بعدها، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث، العمود الرابع، اكمل الصدفة اللي بعدها، خدي العمود الاول، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث، والعمود الرابع، هكمل من اول ما انا قفلت كده، هكمل اربع اسطر تاني وهرجع لكم. كده انا عملت الاربع سطور التانيين اهم، يعني عملت اربع سطور وبعدين الفتحة اللي هي بتاعت الصباع بتاع الابهام، وبعد كده اربع اسطر تاني وخلاص انا هقفل السطر كده بغرزة منزلقة، وهعمل غرزة الامان وهقص الخيط. وبعد كده هدخل بقى الخيط الزيادة بتاعي، ممكن اعمله بإبرة التنظيف وممكن ادخله بإبرة الكروشيه كده زي ما تحبي. وقص الزيادة، بكده انا خلصته اهو زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى ان يكون الشرح كان سهل عليكم، وما تنسونيش في التعليقات واللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.